عينك مختفية ليه؟ موجودة موجودة، أنا لسه عاملة غنوة اسمها جبني الغرام، أغنية مغربية طبعا. و بس قبليها ما كنتيش موجودة؟ ما كنتش موجودة للظروف المرضية، الحمد لله يعني إن أنا رجعت تاني. إزاي قدرتي تعدي المرحلة الصعبة دي من حياتك؟ بالإرادة ومن عند ربنا طبعا كل حاجة، و بمساعدة الدكاترة اللي وقفوا معايا طول فترة مرضي. ونجاح الأغنية دي بيمثلك إيه وشايفاه إزاي؟ نجاحها جبني الغرام طبعا شايفاه حاجة حلوة قوي قوي قوي، وشايفاه إنه هيعمل لي رجوع تاني جميل للجمهور. ممكن نشوف ألبوم جديد؟ أكيد بإذن الله. بصي أنا كل شهرين هعمل أغنية سينجل، وبعد كده هجمعهم في ألبوم بإذن الله. عايزين رسالة للمرأة العربية من خلال فوشيا، إزاي تقدر ترجع تاني بعد ما لو تعرضت لمرض أو أي حاجة في حياتها، ترجع إزاي تاني للحياة بسرعة؟ لازم يكون عندها إرادة وتكون قوية. المرض ما يهزمناش، إحنا اللي بنهزم المرض، وتكون عندها باور.